موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. استشهد طفلتان وجرح آخرون في مدينتي معظمية الشام ودوما بريف دمشق بقصف من قوات النظام بالقنابل العنقودية والمدفعية الثقيلة. من ناحية ثانية، دارت معارك بين الثوار وعناصر النظام على جبهات مدينة دارية أسفرت عن إعطاب كاسحة ألغام ودبابة للنظام. شن الطيران الروسي غارات جوية على بلدات كفر ناصح وأحرص ومدينة تل رفعت بريف حلب، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى في أحرص. وفي مدينة حلب استهدف الثوار مقرات النظام في حي الجديدة بقذائف مدفعية، وتمكنوا من تدمير جرافة على جبهة الراموسة وقتل من بداخلها. استشهد مدنيان وجرح آخرون في مدينة تدمر في ريف حمصة جراء قصف الطيران الروسي، بينما سقط قتلى من قوات النظام على يد تنظيم الدولة في محيط مدينة القريتين. وفي ريف الشمال دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة ملوك تزامنا مع قصف مدفعي طال الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة. استشهد مدني وجرح آخرون في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي جراء قصف براجمات الصواريخ من قوات النظام المتمركزة في قريتي معردس ومعان بريف حماة، في حين شن الطيران الحربي غارة على قرية البشيرية في ريف جسر شغور. قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة حي العمال بمدينة دير الزور، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، فيما شن الطيران التحالف الدولي غارات على حقول النفط في بادية الشعيطات والبحرة وحقول الورد والتنك والعمر ومحطة الكشمة في الريف الشرقي. ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة إنخل شمال غرب درعا، بينما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة داعل وبلدات زمرين وسملين وكفر ناسج ومحيط مدينة كفر شمس بريف المدينة. نهاية الموجز بأمان الله.